اجتماع حول الحراك الاجتماعي بالحوض المرجمي 2008 بمقرها الكائن بشارع الحرية، والذي حضره أغلب ممثلي وممثلات المجتمع المدني والأطياف السياسية والشخصيات الوطنية، ولم تتمكني من الحضور، وجاءنا صوتك ومن معك هاتفيا لتطلعيننا على المستجدات إيمانا منا وانخراطا لا مشروطا في القضايا العادلة. نذكر جيدا كيف كنت تمديننا بالثبات والقوة والعز على مواصلة النضال من أجل تفعيل الحقوق الإنسانية، عندما كنا نزورك بالمستشفى إثر التوعك الصحي الذي ألم بك بعد تعنيفك من قبل البوليس الذي أتلف شريانك وأرغمك على الانتكاسة والرجوع إلى غسيل الكلى يومي بعد زرع الكلية التي أهداها إليك رفيق دربك عدنان الحاجي. نذكر كيف عانيت وعانينا من كل تلك التتبعات